السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب تانية ثانوي. ميعادنا النهاردة مع اختبار رقم 3 كتاب نيوتن عام 2024. أول سؤال بيقول يتم إلقاء جسم صلب مكعب الشكل كتلته. هو كده أول حاجة مداري هنا كتلة الجسم، الكتلة بتاعة الجسم ب162 من ألف كيلو جرام في الماء، الذي حجمه، هو حجم المياه كان كام يا دكاترة؟ حجمه 140 سنتيمتر. فإذا كانت كثافة مادة الجسم، يعني هو هنا كمان مديني الرو بتاعت مادة الجسم، تمام، مديني الكثافة ومديني الكتلة، 6000 كيلو جرام على المتر تكعيب، فإن السائل يرتفع إلى حجم نقط سنتيمتر تكعيب. صلى على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. الأول علشان نجيب الحجم لازم نكون عارفين إن قانون الكثافة اللي هي الرو بتساوي الكتلة على الحجم، ومن هنا لو عايزين نجيب الحجم فالحجم بيساوي الكتلة على الكثافة. نعوض بقى تعويض مباشر، احنا معانا الكتلة ب162 من ألف ومعانا الكثافة ب6000، دي طبعا بالكيلو جرام، تمام، ودي بكيلو جرام على المتر تكعيب، تمام. ففي الآخر كيلو جرام هتروح مع الكيلو جرام، مقام المقام يطلع بسط، يعني الناتج هيطلع بالمتر تكعيب. يعني نعملها بالآلة الحاسبة الأول، يطلع الناتج 2.7 في 10 أس سالب 5. طيب 2.7 في 10 أس سالب 5 ده بالمتر تكعيب. أنا لو عايز أجيبها بقى بالسنتيمتر تكعيب، بص يا باشمهندس، أنت لازم تكون عارف إنك عشان تحول من المتر للسنتيمتر كنا بنضرب في 10 أس 2. طيب عشان نخليها متر تربيع أو مساحة إلى سنتيمتر تربيع، ال10 أس 2 دي كنا بنحط عليها كمان أس 2، يدينا 10 أس 4. طب من متر تكعيب للسنتيمتر تكعيب نحط على 10 أس 2 10 أس 3، يدينا 10 أس 6. يعني ناخد رقم ده نضربه في 10 أس 6، يبقى 2.7 في 10 أس سالب 5 نضربها في 10 أس 6 عشان تبقى بالسنتيمتر تكعيب، الناتج يطلع لي 2.7 في 10 أس 1. ال 10 أس 1 ده هتخلي الرقم ده 200 أو 27، عفوا، تمام. فإن السائل بقى يرتفع إلى حجم، هي طلع دلوقتي حجم السائل بس 27 سنتيمتر تكعيب. هو حجمه أصلا كان كام؟ كان 140، حجم السائل لوحده 140. لما يقع فيه جسم حجمه 27 يبقى نضيف لل 27 7 ال 140 27 فيطلع لي 167، فالإجابة هنا تبقى رقم ج. سؤال رقم 2 بيقول تم تكوين خليط من مادتين كي وال ذات كتل مختلفة، تمام، عند خلط 20 سنتيمتر تكعيب من كل مادة معا تكون كثافة الخليط بتساوي واحد. إلا كده وصلى على الحبيب. لما يكون عندي مثلا مادة اسمها ال ومادة اسمها كي، لما نيجي نخلط الاتنين على بعض يا دكاترة بيتعمل لي مادة جديدة ليها كثافة مختلفة عن كي وكثافة مختلفة عن ال، والكثافة بتاعت المادة الجديدة دي أو اللي هي كثافة الخليط يعني دايما بتبقى اكبر من كثافه الصغير واقل من كثافه الكبير. بس اللي انا لازم اكون عارفه عند خلط مادتين او اكتر ان كتله الخليط الام بتاعه الخليط بتساوي الكتله بتاعه الماده الاولانيه قبل الخلط زائد الكتله بتاعه الماده الثانيه قبل الخلط. وكمان لازم اكون عارف ان الحجم بتاع الخليط في او ال بتاع الخليط بيساوي الفي او ال واحد قبل الخلط زائد الفي او ال اتنين قبل الخلط برضه. يعني القانونين دول مهمين جدا، مهم جدا استخدامهم ساعة ما تسمع مسألة الخليط دي. طيب اتعامل ازاي برضه دلوقتي؟ بص في المسألة بتاعتك عشان تعرف انت هتستخدم انهي قانون منهم. لو مديك كتل استخدم قانون الحجوم، طب لو مديك حجوم استخدم قانون الكتل. طب انا مش فاهم يا مستر، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هنا قال لك عند خلط كام؟ 20 سنتيمتر تكعيب. هي السنتيمتر تكعيب دي حجم ولا كتلة؟ حجم. يعني هو كده اللي مديهولي حجوم، يبقى انا اشتغل بقانون الكتل. انا راح اقول له الام بتاعت الخليط هتساوي ام واحد زائد ام اتنين. يا مستر انت فاهم انت بتقول ايه؟ ده الراجل هنا بيقول لي لو خلطنا 20 سنتيمتر تكعيب من كل ماده مع، يعني مدينا حجم الايه المادتين، تمام، مفيش مشكله خالص، طالما اداك حجم المادتين اداك حجوم اشتغل بالقانون بتاع الكتل. وتعالى فك بقى قانون الكتل يطلع لك الحجوم منه. يعني الكتلة بتاعة الخليط يديك كثافة الخليط في الـ VOL بتاع الخليط.
بتساوي الكتلة ام واحد، دي كثافة السائل الأولاني اللي هو الكي مثلا، ال مثلا في الام بتاعت ال، عفوا في الفي او ال بتاعت ال، في او ال بتاعت ال، زائد الام اتنين لما نفكها يديني كثافة الكي في الفي او ال بتاعت الكي. وتعالى بقى ناخدها واحدة واحدة كده مع بعض. والله هو ايه اللي اصلا انه يخلط 30 سنتيمتر تكعيب من كي من ال مع 30 سنتيمتر تكعيب برضو من ايه من كي، يعني الناتج هيطلع لي كام؟ 60 سنتيمتر تكعيب. فكده حجم الخريط 60 سنتيمتر تكعيب، والرو بتاعت الخريطة هي زي ما هي بتساوي الرو ال. الرو ال قال لك ذات كتل مختلفة، بس هنا في الرسمة بقى هو حاطط لي علاقة ما بين الام والفي، يعني علاقة ما بين الكتلة والحجم. تمام حضرتك، لو انت اول حاجة انت بتفكر فيها في مسائل رسم بياني انك انت تروح تجيب الميل. الميل بنجيبه ازاي؟ بنقسم الرأسي على الافق، يعني لو قسمنا الكتلة على الحجم يديني الايه الكثافة. طيب يعني انا دلوقتي اقدر اجيب كثافة ال، اقدر اجيب كثافة الكي. اقدر اجيب كثافة ال ازاي؟ اقسم الرأسي على الافق، نقطة من الرأسي على نقطة من على الايه من على الافق، طالما الخط بادئ من الصفر. 40 على 20 يبقى كده جبنا الرو بتاعت ال بتساوي 40 على 20، تطلع لي ب2. 2 ايه بقى؟ جرام لكل سنتيمتر تكعيب. طب عايزين نجيب الرو بتاعت الكي، برضه خد نقطة، 10 على 20 يدينا نص، نص جرام لكل سنتيمتر تكعيب. تمام. طيب بقى الرو بتاعت ال احنا لسه جايبينها اهي ب2، في حجم ال اللي احنا عارفين ان هو ب30، زائد الرو بتاعت الكي لسه جايبينها بنص، 5 من 10، في حجم الكي، الراجل برضو ايه اللي خد من كي ومن ال 30. طيب يبقى الرو بتاعت الخريط في 60 بتساوي الرقم ده كله. لو انا جيت جاي هنا كده وقسم على 60، جيت هنا كده وقسمت على 60، ف60 تروح مع 60، يتبقى لي الرو بتاعت الخريط اللي انا عايز كنت اجيبها. طيب اعمل ايه بقى يا دكاتره؟ نقسم بقى دول كده على بعض، يبقى الحاسب بقى 2 في 30 زائد نص في 30، كل ده مقسوم على على الكام؟ مقسوم على 60. الناتج يطلع لنا 5 على 4، يبقى الإجابة رقم ب. تمام. خد بالك المسائل اللي من النوع ده مسائل مهمة جدا ومسائل سهلة ما هي صعبة. اكتب القانونين على طول، قانون بتاع حجم الخليط بيساوي مجموع الحجمين قبل الخلط، كتلة الخليط بتساوي مجموع الكتلتين قبل الخلط، واتعامل بقى عادي بكل بساطة كده، اتعامل عادي. والله حضرتك هو لو مديك حجوم اشتغل بالكتل، مديك كتل اشتغل بالحجوم. كمان مثال زيه بالظبط، بيقول لي سائلان لهما نفس الحجم، يبقى هو كده مديني الحجم. تمام. لهم نفس الحجم، يعني مثلا افتراض ان الحجم الاولاني في او ال، فالحجم الثاني برضه يكون في او ال زيه. طيب هو هنا مديني الحجم، كثافتيهما رو واحد ورو اتنين عند خلطهما. كلمة خلطهم ده بقى ده بيخليك تشتغل بايه؟ بواحد من الاتنين دول، تكون كثافة الخريط. طيب احنا اتفقنا دلوقتي هنشتغل بقانون ايه يا دكاترة؟ هنشتغل بقانون الكتلة. طيب نيجي جايين هنا كده على جنب، تمام، ونشتغل بقانون الكتلة. قانون الكتلة اللي هو يبقى ايه؟ الام بتاع الخليط، الام خليط بتساوي ام واحد زائد ام اتنين، ونفك بقى رو خليط، الام بتساوي رو في الفوليوم في فيو او ال خليط، بتساوي رو واحد في او ال واحد زائد رو اتنين في او ال اتنين. ونبدأ بقى نشتغل مع بعض كده واحدة واحدة. احنا عايزين كثافة الخليط، تمام، هي حجم الخليط الفوليوم بتاع الخليط، يعني لما اجي اعوض على دي اللي هي حجم الخليط، مش احنا قلنا ان حجم كل واحد منهم فوليوم، يبقى الخليط كله 2 فوليوم. تمام. يبقى لما نيجي كده نتكلم بقى مع بعض اهو، يبقى رو خليط في 2 في او ال بتساوي رو واحد في او ال زائد رو اتنين في او ال. شلت الحجم الاولاني وحطيت فول في او ال، وشلت الحجم التاني وحطيت في او ال، والخليط حطيت 2 في او ال. حضرتك بقى لو ركزت كده لمده ثواني هتلاقي ان الفي او ال تروح مع الفي او ال تروح مع الفي او ال، يبقى كده الرو بتاعت الخليط في 2، دي كده مضروبه في 2. لو قسمنا على 2 دي تطير، وقسمنا الاثنين دول على 2 يتبقى لي ان الرو بتاعت الخليط هتساوي رو واحد زائد رو اتنين على الاتنين. تمام. يبقى رو واحد زائد رو اتنين على الاتنين، يبقى الإجابة هنا رقم ألف.
سؤال رقم 4 بيقول: الأشكال البيانية التالية توضح العلاقة بين الكتلة والحجم لعدة سوائل عند نفس درجة الحرارة. أي العبارات التالية صحيحة؟ والله صلى على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. أي مسألة رسم بانت قبلك، ركز لي على الرأس والأفقي. قايل لك كتلة وحجم. الأول نروح نجيب الميل. الميل دايما بيساوي الرأس على الأفق، يعني بيساوي الكتلة على مين؟ على الحجم اللي هو الكثافة. يبقى الخط اللي عندي ده يقدر يخليني اجيب الكثافة. اجيب الكثافة ازاي؟ طالما الخط بادئ من الصفر ينفع تاخد نقطة. خد مثلا النقطة دي من على الرأس واللي قصادها على الأفق. يعني الكثافة هنا بتساوي 320 على 200. تمام؟ 320 على 200. يطلع لحضرتك 1.6. يعني هنا الكثافة بتساوي 1.6. يبقى الكثافة هنا 1.6 جرام لكل سنتيمتر تكعيب. تعال نجيب الكثافة برضو تحت هنا عند M، برضو كتلة وحجم، بنقسم الكتلة على الحجم عشان نجيب الكثافة. الكثافة بتساوي 480 على 300. 480 على 300، الناتج برضو يطلع 1.6 جرام لكل سنتيمتر تكعيب. كده المادتين دول ال وام كثافتهم متساوية، يعني هم يعتبروا نفس المادة. تمام؟ طب تعالى نشوف الكي، نجيب الكثافة برضو، هنا كتلة وهنا حجم، نقسم الكتلة على الحجم، يعني 96، ناخد النقطة دي مثلا 96 على 32. 96 على 32 يطلع لنا الناتج ب3، يعني دي كثافتها مختلفة، 3 جرام لكل سنتيمتر تكعيب. هنا بقول السؤال الثلاثة من نفس النوع فدي غلط. كي و ال ده ال اهي وكي اهي، واحدة فيهم ب1.6 والتانية ب3، من نوع واحد؟ غلط طبعا. طب ال و ام، ال و ام اه دي طالعة 1.6، طالعة 1.6 من نفس النوع، وكي هو اللي مختلف عشان طالع ب3، فدي صح. الإجابة الصحيحة هنا رقم ج. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 5 بيقول: إذا كانت كثافة معدن ما 7.7 جرام لكل سنتيمتر تكعيب، فإنها تساوي بالكيلو جرام على المتر تكعيب. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام وركز معايا. وقال لي 7.7 جرام لكل سنتيمتر تكعيب. عايز تحولها لإيه يا عم؟ قال لك كيلو جرام على المتر تكعيب. ناخد ال 7.7 دي نضربها فيه. من جرام لكيلو جرام، ما انا ما اقدرش احول غير من ايه؟ من كل حاجه اللي زيها، يعني من كتله لكتله، من حجم لحجم، من كثافه لكثافه. من جرام لكيلو جرام، الجرام اصغر من الكيلو جرام، فجرام مضرب في 10 اس سالب 3. تمام؟ طب من السنتيمتر تكعيب للمتر تكعيب نضرب في 10 اس سالب 6. الجرام محطوط فوق، كيلو جرام فوق، يبقى التحويله بتاعتهم فوق. سنتيمتر تكعيب تحت، والمتر تكعيب تحت، التحويله بتاعتهم تحت. دول لما يخلصوا كده يطلع لك 7.7 في 10 اس 3. يعني دول كده مع بعض تقسمهم على بعض بالحسبة يديك 10 أس 3، يعني الناتج يطلع لك 7.700 كيلو جرام على المتر تكعيب. يبقى الإجابة هنا رقم ج. سؤال 6 بيقول: يتم وضع نفس الكتلة من 4 سوائل مختلفة في بعض اسطوانات القياس. يعني نفس الكتلة، الكتلة هنا ام، تمام، الكتلة هنا ام، الكتلة هنا ام، الكتلة هنا ام، التي تحتوي على السائل بأكبر كثافة. عايزين نعرف ما هي الاسطوانة القياس التي تحتوي على سائل أكبر أكبر إيه أكبر كثافة. والله أنا دلوقتي هجيب كثافة واحد واحد فيهم، هجيب مثلا كثافة الديدة رو بتساوي الكتلة اللي هي الإم على الحجم اللي هو هنا بعيد لي بكام؟ ب10 سنتيمتر تكعيب. طيب هنا برضو راح أجيب الكثافة بتاعت الإيه؟ بتاعت السي، برضو بتساوي الكتلة والحجم الظاهر خالص هنا ب5، يبقى ام على 5. طب هنا برضو راح اجيب الكثافة بتساوي الكتلة اللي هو قال لي ام على 4، حجمنا 4 سنتيمتر تكعيب. طبعا هو الاتساع مختلف، بس هو في الاخر هو قيس لي، يعني هو مدينه قياس الحجم بالسنتيمتر تكعيب لكل واحدة فيهم، ومديني ارقام مكتوبة، فانا بتعامل مع الارقام اللي مكتوبة. كثافة برضو بتساوي الكتلة اللي هي ام على الحجم هنا اللي هو كام؟ 2 4 6 دي 8، ام على 8. طبعا لما يبقى عندك بسط ومقام، البسط متساوي، اقل بسط يديك اكبر قيمه للمقدار. اقل بسط اللي هو مين؟ اللي هو ام على 4، المفروض الاجابه الصح هنا تبقى بي.
سؤال رقم 7 بيقول: في الشكل المقابل مخبار مدرج بسائل حجمه، حجم السائل أصلا 360 سنتيمتر تكعيب، وضع به 4 كرات متماثلة من معدن، نحط فيه كم كرة يا دكاترة؟ 4 كرات متماثلة، عن 4 كرات زي بعضهم من بعض من معدن. ارتفع السائل في المخبار وأزيح 110 سنتيمتر تكعيب. هو ارتفع في المخبار يعني وصل لحد كام؟ وصل لحد 500، تمام؟ ونزل كمان كام؟ 110. ال 360 دول لوحدهم دول حجم السائل. طيب الكرات بقى الاربعه دول لما اتحطوا عملوا ايه؟ رفعوا لي السائل لحد 500، بالاضافه ان هما كمان وقعوا كام؟ وقعوا 110. يعني دلوقتي حضرتك ال 360 دول بتوع السائل اصلا، وصلوه ل 500، 500 ناقص 360 ده كده السائل ارتفع 140 في الانبوبه، زائد وقع منه كمان 110، يعني كده حجم الكرات دي 250 حجم ال VOL بتاع الكرات بيساوي 250 سنتيمتر تكعيب. جايب الكلام ده منين تاني؟ والسائل لوحده من غير كرات كان 360. ايه اللي حصل بعد ما حطينا الكرات؟ السائل طلع، الزيادة اللي زادها السائل بالإضافة إلى إن في شوية كمان من نوعهم، الشوية اللي زادهم والشوية اللي وقعهم دول يعتبروا حجم مين؟ حجم الكرات. مش فإذا كانت كثافة المعدن، مدينا كثافة المعدن 6000، فتكون كتلة الكرة الواحدة نقط كيلو جرام. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. احنا لو جايين نجيب كتلة كل الكرات بتساوي، كتلة بتساوي الكثافة في الحجم بتاع كل الكرات. طب انا عايز اجيب كتلة الكرة الواحدة، تمام، اقسم حجم كل الكرات ده على كام؟ على 4. يبقى الكثافة معانا 6000 في الحجم 250 بس بالسنتيمتر تكعيب، نضربها في 10 أس سالب 6 عشان تبقى بالمتر تكعيب، على الأربعة دي، ونطلع بقى لحضرتك الناتج هنا. نعملها بالآلة الحاسبة، يبقى ده 6000 في 250 في 10 أس سالب 6 على الأربعة، الناتج يطلع 375,000، تمام، كيلو جرام. يبقى ده كتلة الكرة الواحدة على طول 375,000 كيلو جرام. سؤال رقم 8 بيقول: الشكل يوضح 3 كرات من معادن مختلفة، موضح عليها الكتل وأنصاف الأقطار، أي من الاختيارات الآتية يوضح العلاقة بين كثافة المعادن؟ بص يا سيدي، صلى على الحبيب، وقال لك أول حاجة 3 كرات، يعني هنا احنا هنستخدم حجم الكرة اللي هو الـ VOL اللي بيساوي 4 على 3 باي ار تكعيب، من معادن مختلفة عرفنا إن الكثافة مختلفة. على كل كرة مديك الكتلة بتاعتها ام، هنا 2 ام، هنا 3 ام. أنا استخدم قانون الكثافة العادي خالص اللي أنا عارفه، إن الكثافة بتساوي الكتلة زي ما مديها لي على الحجم بتاع الكرة. هنا في رقم زد قايل لي إن الرو بتساوي، المفروض إن أنا أجيب الرو بتساوي الكتلة اللي هي ام على الحجم اللي هو 4 على 3 باي ار تكعيب، النص القطر بار فخليته ار تكعيب، كده احنا جبنا الرو بتاعت الزد. تعالى بالنسبة لواي، الكتلة مداني 2 ام فحطينا هنا 2 ام على 4 على 3 باي، هنا نص القطر ب2 ار لما كعبه يديني 8 ار تكعيب. نفس الموضوع برضو هنا، الار الكتله ب 3 ام فحطيت 3 ام على 4 على 3 باي ار تكعيب، تمام. الار دي 3 ار، لما كعب 3 يديني 27، اكعب الار يديني كام؟ ار تكعيب. بص بقى الحاجات اللي هي متشابهه كلها شيلها، يعني كلهم فيهم ام، شيل ام، شيل ام، عشان انت دلوقتي بتقارن ما بينهم. 4 على 3 باي ار تكعيب، 4 على 3 باي ار تكعيب، 4 على 3 باي ار تكعيب، يتبقى لي في اول واحده 1، مش متبقى حاجه في البسط ولا في المقام. هنا اتبقى 2 وتحت 8، يعني 8 يعني ربع. طيب هنا 3 على 27 يعني 1 على 9، تمام. اكبر قيمه هي الواحد، القيمه اللي بعدها ربع، القيمه اللي بعدها 9، يعني اكبر قيمه هي قيمه زد، يبقى الرو زد اكبر من الرو واي اكبر من الرو اكس، يبقى الاجابه الصحيحه هنا رقم د. سؤال رقم 9 بيقول: حاويه فارغه يتم ملئها بصنبور يصب 20 سنتيمتر تكعيب من سائل في الثانية الواحدة. في الثانية الواحدة بيصب كام يا دكاترة؟ 20 سنتيمتر تكعيب. والشكل الباني يوضح العلاقة بين الزيادة في كتلة الحاوية بمرور الزمن
تكون كثافة السائل الذي يسكبه الصندوق نقط. صلى على النبي عليه الصلاة. مين اللي موجود على الرأس؟ اللي موجود على رأس الكتلة، موجود على الأفق الزمني. الخط بادئ منين؟ من 60. ده معناه ان كان في كتلة 60 لما الزمن كان بصفر. يعني انا كأن معايا صنبور كده، الصنبور ده اصلا كان فيه شوية سائل، كتلة السائل اللي كانوا فيه اللي كانوا موجودين قبل ما احسب حاجة كانت بتساوي 60 جرام. طيب من اول ما بدأنا نحسب بدأ يصب سائل، تمام. السائل ده فضلنا نصب سائل لحد كام؟ لحد 8 ثانية. بعد ما عدى 8 ثواني نبص لقينا السائل كله كام؟ 460. لما وزننا كل ده طلع لنا الكتلة 460. بس خد بالك كان في اصلا موجود منهم كام؟ 60. يبقى اللي احنا اضفناهم 400 جرام. يبقى في الثمان ثواني اضفنا 400 جرام. طيب واحد الا كده وصلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى في 400 جرام في كام؟ في الثمان ثواني. وكان بيقول لك بيتم ملئها بصنبور يصب ب 20 سنتيمتر تكعيب من سائل في الثانيه. احنا كده عرفنا الكتله، عرفنا الكتله اللي ايه؟ اتحطت في الثمان ثواني دول. هنا بقى المعلومه دي تعرفك الحجم. قايل لك 20 سنتيمتر تكعيب في الثانيه الواحده، احنا خدنا كام ثانيه؟ خدنا 8 ثواني. يبقى حجم السائل اللي اتحط 20 في 8 يدينا 160. يبقى في او ال بيساوي 160 سنتيمتر تكعيب. حضرتك عايز الكثافه، الكثافه بتساوي الكتله على الحجم. كتله اصلا ب 400 والحجم ب 160، فالناتج يطلع لي 400 على 160. 400 على 160 يطلع لسعادتك 2.5. 2.5 جرام لكل سنتيمتر تكعيب. يبقى الإجابة هنا رقم بي. سؤال رقم 10 بيقول إذا كانت كتلة كرة كثافتها أو كثافة مادتها، طبعا متدالي بجرام على سنتيمتر تكعيب، 1 علامة 4 3 1 8، والكتلة متدالي هنا، يعني هنا ده الحجم عشان بجرام على سنتيمتر تكعيب، ودي الكتلة عشان بالجرام، فيكون نص قطر الكرة. طيب احنا القانون اللي احنا حافظينه ان الرو تساوي الكتلة اللي هي 48 على طول على الحجم. ماشي. لا ده هو هنا مديني الكثافة، عفوا ده الكثافة، جرام على سنتيمتر تكعيب ده الكثافة، و48 دي الكتلة. طب احنا لو عايزين نجيب الحجم، الحجم اللي هو الفيو ال يساوي الكتلة اللي هي 48 على الكثافة اللي هي 1 علامة 4 3 1 8. ده حطينا الكتلة على مين؟ على الكثافة. طيب عشان نجيب الحجم نطلع الناتج ده الأول كده، واحد الا كده وصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يعني نقسم 48 على 1 علامة 4 3 1 8، الناتج يطلع لي 33 و52. ده مين؟ ده الحجم. وزود رقمين كمان عشان يبقى في دقة، تمام كده الحجم بالسنتيمتر تكعيب. طيب احنا عارفين الحجم بيساوي 4 على 3 باي ار تكعيب، كل ده يساوي 3 3 علامة 5 2 4 2. ممكن لو جينا عاملين علامة كسر كده بقى وقسمنا، قسمنا على كام؟ نقسم على 4 على 3 باي هنا، ونقسم برضو 4 على 3 باي هنا، ونطلع الناتج مع بعض. دول كده مع بعض يطلعوا لي 8. يبقى كده الار تكعيب ب 8 تقريبا، 8 علامة 0 0 تقريبا. ده دي الار تكعيب يا مستر، ما تنساش هو عايز ايه؟ هو عايز نص القطر بس، تمام. ناخد الجذر التكعيبي ليها وناخد الجذر التكعيبي لل8، يبقى الار تطلع بكام؟ 2 سنتيمتر. يبقى الإجابة الصحيحة هنا رقم ب. سؤال رقم 11، إذا كانت الكرة إيه؟ عندنا كرتين، كرة إيه وكرة بي. كرة إيه كتلتها 4 أمثال، يعني إيه 4 إم؟ فبي إم بس في الكرة إيه وبي أهو. قال لك إن كتلة إيه 4 أمثال كتلة الكرة بي، وقطرها ضعف قطر الكرة بي. القطر ده مثلا لو نص القطر هنا 2 آر، يبقى نص القطر هنا آر. اوجد النسبة بالرؤية على روبي، وبيكلمنا عن كرة. طيب هو عايز الرؤية على الروبي، شد شرطة كسر كده بقى وابدأ اشتغل. حط لي هنا قانون الكثافة فوق وقانون الكثافة تحت. قانون الكثافة بتاعت ايه؟ الكتلة اللي هي 4 ام
على الحجم اللي هو 4 على 3 باي ار تكعيب. ناخد الار بقى دي تكعيب، 2 تكعيبها ب 8 والار تكعيبها بار تكعيب. طب هنا برضو الكتلة بام بتاعت بي قد ام، ودي 4 على 3 باي الار ار تكعيب. واحد اللي بقى كده وصلنا على الحجم 4 على 3 مع 4 على 3، ام مع الام، باي مع الباي، ار تكعيب مع الار تكعيب. المقام ما عادش فيه حاجة خالص، بس فاضل لك فوق 4 على 8، يبقى الناتج يطلع لك نص. تمام، يعني الناتج هنا يطلع لي 1 على 2. سؤال رقم 12، سؤال علل، بيقول لي علل لما يأتي الكثافة خاصية مميزة للمادة. تمام، أولا لأن الكثافة أو نقدر نقول كده الكثافة خاصية مميزة للمادة لأنه لا يوجد مادتين مختلفتين في النوع ولهما نفس الكثافة. يعني مستحيل مثلا الاقي كثافه الالومنيوم زي كثافه النحاس، مستحيل الاقي كثافه الخرسين زي كثافه مثلا الزنك. يعني تمام، كل ماده بيكون لها كثافه مختلفه عن التانيه. تمام، وبرضه نقدر نقول لاختلاف المسافات البينيه ما بين جزيئات المواد وبعضها. يعني مستحيل نلاقي نفس يعني مواد المسافات البينيه ما بينها وما بين بعضها وحجم الجزيئات متساوي. الكثافه النسبيه ليس لها وحده قياس تميزها. احنا عارفين ان الكثافه ان الرو ان النسبيه بتساوي رو مادة على رو ماء، فوحدة الكثافة بتاعت المادة وحدة كثافة المية نفس الوحدة، فبيطروا مع بعض فيبقى مفيش وحدة قياس. أو كتلة المادة على كتلة الماء، برضو وحدة قياس الكتلة وحدة قياس الإيه الماء نفس الوحدة. أو وزن المادة على وزن الماء، أو حجم الماء على حجم المادة. فمن هنا بقى حضرتك اكيد فهمت ان الكثافه النسبيه هي النسبه بين كميتين فيزيائيتين متماثلتين او لهما نفس وحده القياس، فبالتالي مستحيل تلاقي له وحده قياس، لان دايما وحده القياس اللي فوق اكتر من وحده القياس اللي تحت. نتمنى ان حضراتكم تكونوا فهمتوا، وربنا ييسر لكم كل اموركم ان شاء الله. مكملين معاك كل الامتحانات خلال هذا الشهر باذن الله، بحيث انك انت تبقى داخل امتحانك عندك على كل درس على الاقل 4 امتحانات غير الامتحانات الشامله من كتاب نيوتن ومن كتاب الامتحان. إن شاء الله بإذن الله في ثالثة ثانوي مستمرين معاكم حل أول بأول وشرح كل أجزاء المنهج تفصيلة تفصيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.